ولا السلامين مراسلتنا من رام الله. ولا هل من تفسير، هل من تبرير يمكن أن يبدو مقبولا أو أو مفهوما حتى على الأقل لهذه الهجمة الشعواء التي تستهدف مدن الضفة الغربية وتحديدا نتحدث عن جنين ومخيمها؟ لا يوجد أي مبرر بطبيعة الحال لما يحدث في الضفة الغربية سوى الانتقام من كل الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. وعندما تحدث أنتوني بلينكن بأنه يعني يشكر الرئيس محمود عباس للهدوء في الضفة الغربية، لا سيما أنه لن يطلع أو لم يكن مطلع عما يحدث في الضفة الغربية، ولكن جزء من هذا الاطلاع كما تحدث به الرئيس محمود عباس عن هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. من جهة أخرى ما نتحدث عنه الانتقام من قوات أو الانتقام من جيش الاحتلال من المواطنين في الضفة الغربية بما يحدث في قطاع غزة وأيضا المنجزات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في القطاع، يكون ذلك بالانتقام من الفلسطينيين في الضفة الغربية. فمثلا منذ ليلة أمس ولغاية فجر هذا اليوم نتحدث عن سلسلة من الاقتحامات من الشمال وحتى الجنوب، تمثلت باقتحامات وتكسير والعبث بالمحتويات للمنازل وأيضا اعتقالات بالجملة كانت ولربما هي الأقل مقارنة منذ 7 من أكتوبر ولغاية الآن. نتحدث عن 29 معتقل ما بينهم سيدة وما بينهم أيضا أسرى محررين وصحفيين فلسطينيين. هذه هي الهجمة الشرسة التي تطال كل الشعب الفلسطيني. نتحدث أيضا عن ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الاحتلال إلى 2280 لغاية الآن. طيب ولا على مستوى الاستهدافات، أكانت استهدافات بالتصفية واستشهاد المواطنين في جنين أو في مدن الضفة المختلفة، أو على مستوى عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها سلطات الاحتلال، هل هي مؤسسة أو بالدرجة الأولى على بعض الذين أظهروا تعاطفا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي، أم كانت تستهدف بالدرجة الأولى بعض أفراد الكتائب هناك وتحديدا كتيبة جنين؟ هل كان هناك أسس لهذه الاستهدافات؟ نعم، هو استهداف بالجملة كما تحدثت يعني منذ 7 من أكتوبر ولغاية الآن. الاعتقالات تشمل كوادر من حركة حماس، كوادر للجهاد الإسلامي، كوادر للحركة الفتحوية أيضا في الضفة الغربية. نتحدث أيضا عن المنشورات التي باتت تهدد الفلسطينيين، لا سيما أن هناك منشورات تقوم يعني منهم من تدعم المقاومة ومنهم من تدعي بآيات قرآنية على موقع التواصل الاجتماعي يقوم الاحتلال باعتقالها. الهجمة الشرسة الآن على مخيم جنين وذلك لتصفية كل المقاومين الفلسطينيين سواء من كتيبة طول كرم، ويعني كان قبل أيام هناك اغتيال لكتيبة لأحد الأشخاص الذين ينضمون لكتيبة شهداء القسام وكتيبة الرد السريع المنضوية تحت حركة فتح. إذن كل هذا الاستهداف، والآن في مخيم جنين قامت قوات الاحتلال بتجريف يوم أمس الطرقات وأيضا البنية التحتية للمداخل وأيضا الشوارع الرئيسية المؤدية لهذا المخيم. الآن صباح هذا اليوم عادت من جديد بقوات كبيرة وبجرافات وبآليات عسكرية ومسيرة دون طيار بإطلاق بعض الصواريخ داخل المخيم، مما أسفر عن عدد من الشهداء الفلسطينيين. نتحدث عن 7 ولربما الأعداد تزداد، وخاصة مع الحصار المطبق من قبل قوات الاحتلال على مخيم جنين، حيث تمنع قوات الاحتلال المركبات والطواقم الطبية بالوصول إلى هؤلاء الشبان الفلسطينيين لتلقيهم العلاج وعدم يعني مقربتهم من سواء المستشفى ابن سينا. وأيضا نتحدث عن الطواقم الطبية التي يكون هناك محاصرة لهم بطبيعة الحال في حال وجود هناك قوات لجيش الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول لهؤلاء الشبان الفلسطينيين. لذلك ترتفع الأعداد بين الحين والآخر خاصة في مخيم جنين وما يحدث في مخيمها الآن. نسمع ذوي انفجارات وأيضا اشتباكات مسلحة ما بين المقاومين الفلسطينيين داخل المخيم وبين قوات الاحتلال التي هي متمركزة على المدخل الرئيسي لمخيم جنين. إذن هذه الاستهدافات بالجملة تنتقد من كل الفلسطيني. ناهيك أيضا عن الهجمة الشرسة داخل معتقلات الاحتلال. الآن التعذيب الوحشي، الضرب المبرح، أيضا نتحدث عن عري لهؤلاء الأسرى وتصويرهم بطريقة غير لائقة وغير إنسانية، مما يتيح المجال
قوات الاحتلال وجيش الاحتلال للانتقام منهم بتلك الفيديوهات. وأيضا نتحدث عن أكثر من 75 سيدة الآن داخل معتقلات الاحتلال، حيث يكون الضغط باتجاه هؤلاء السيدات لتسليم ذويهم، أو حتى الضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم تحت هذا الضغط النفسي. وأيضا نتحدث عن الابتزاز سواء النفسي أو الابتزاز الجنسي الذي تقوم به قوات الاحتلال على هؤلاء السيدات والفتيات الذين يتم اعتقالهم من داخل بيوتهم. ولا سلمين مراسلتنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله.